حركية عادية عاشتها المخابز هذا الصباح، وككل يوم فتحت أبوابها وأسدت خدماتها للمواطن على عكس ما كان مقررا، وهو الإضراب الذي تم تعليقه لهذه الأسباب. علقنا الإضراب وقت لقينا حوار مريقل ولقينا تفاهم مع الوزارة، احنا علقوا الإضراب. احنا لو الإضراب لو ما نحبوهاش احنا ك ك كمسؤولين راهو ما نحبوش الإضراب، ما نحبوش الإضراب. أما الغل مشاكل عديدة يعيشها قطاع الخبز والمخابز، ولأجلها قرر الإضراب، أهمها التوزيع غير العادل لمادة الفارينة ومشكل المناقصات وغيرها من العراقيل اليومية التي يتعرض إليها الخباز. ما تحصل على 4 شكاية ونص، ما يخدمونيش، ما مش مكفيني، وعندي الخلاص ياسر كراوات وخلاصات، وعندي 5 خدامة. الإضراب كاروسار خاطر ثم برشا نقص في الفارينة، وثم برشا متعب الكواشة تعبي، واربع شكاير ونص مش يعاني، هذاك يزيد ما نجيبه، مش يعاني يزيد ما نجيبه بالرسمي، يزيد ما نجيبه، خاصة إذا كانوا كاري وعنده معناها خدامة قدم ويخلصوا بزيد يمكن يسكر خير. عندنا مشاكل في القطاع، أولا هو عندي 52 مخبزة الكوتا نتاعهم ناقص 4 شكاير ونص، لأنه في صعوبات اقتصادية، وانا ندافع على 267 281 كوشة، منهم 52 كوشة اللي قاعدين يعيشوا في صعوبات اقتصادية. هذا أولا. ثانيا المناقصات نتاع المعاهد ونتاع المناقصات لازمها تتوزع بصفة متوازنة، ماش المناقصات ياخذوهم 4 من الناس معروفين توجور لي منتات هكم الأربعة اللي يشاركوا عمنا واللي يشاركوا السنة يشاركوا، لا احنا نحبوا كالصغار زاد يشاركوا في المناقصات، ونحبوا العدالة بين المخابز الكل. ثانيا ثالثا الخبز الكونجيلي، الخبز الكونجيلي السيد الوزير خرج نوت تتزاد 30 فرنك في الكعبة الباقيات. إضراب تقرر وألغي والمواطن لا علم له به، وقد أبدى استعدادا لاستبدال الخبز بأكلة أخرى إذا تم هذا الإضراب. بليش ما ضربها ماكم ما عملوش. لا ما في بليش، لا كان ما تلقاش خبز في الكوشة منين تقضي؟ ليش مشكلة نبدلوا حاجة أخرى، في بقعة الخبز نبدلوا حاجة أخرى. مش نعمل مبسوط نعمل كشكشي، نعمل مقرونة نحيرة، نعمل طابونة في الدار. قطاع الخبز والمخابز قطاع ذو أولوية فيه العديد من الثغرات والهفوات، ما يجعله قطاعا غير خاضعا للمراقبة الكلية.